داخل ملعب بشاير في الجولة الثالثة من بطولة موهبتك ولقاءات خاصة مع مدربين واللاعبين وأولياء الأمور. الحمد لله رب العالمين، مكسب كبير جدا لأكاديمية الكابتن، والحمد لله يعني ضمننا الصعود بنسبة 80%. الحمد لله كسبنا، طلعنا نتيجة 5-0، وده بفضل الكباتن، حطوا تشكيلة كويسة ووظفونا توظيف جيد. رأيي الماتش حلو وكل حاجة. الماتش النهارده الرجاله بتاعت كلها عملت الواجب اللي عليها، كل اللعيبه بلا استثناء كلهم رجاله النهارده ماشي، ونتمنى ان شاء الله باذن الله البطوله ان شاء الله باذن الله كده صعدنا بنسبه 90%. الحمد لله خسرنا 4-0. رايك ايه في البطوله؟ كويس الحمد لله. خسرنا. رايك ايه في البطوله؟ الحمد لله كويس. فريقك الاعلى ادونا رونالدو. خسرنا، كان في سوء توفيق طبعا واخطاء دفاعيه، فكان النتيجه خساره. كسبنا الحمد لله. فريقك الاعلى؟ بس الاعلى محمد صلاح. يلا نوصل للنهائي باذن الله. القائمين على التنظيم؟ لا، تنظيم محترم وحاجه يعني حاجه تكتشف المواهب. كويس الحمد لله. اسمك الاعلى؟ محمد صلاح. الحمد لله عملنا كل خير، بس ما حلفناش الحظ اللي احنا نكسب. الحمد لله النهارده لعبنا ماتش كويس، بس طبعا التوفيق كان ما كانش حلفنا، لان كان معانا النهارده عدد اللعيبه، كان في 2 لعيبه مصابين، والحمد لله نعوض في اللي جاي ان شاء الله. الحمد لله كسبنا. رايك ايه؟ حلوه كويسه. الحمد لله وكسبنا، والف مبروك لينا. الحمد لله. والله احنا النهارده تعادلنا، كان ماتش صعب شويه، بس الحمد لله قدرنا نتعادل في الوقت الاخير من المباراه. تعادلنا في الاول، المدافع دخل الجونين، واحنا نتمنى ان شاء الله ان الجايه تكون احسن. لا، البطوله حلوه ومنظمه وجميله بصراحه، وفيها اعتنا جامد كويسه يعني. ما لناش حظ، بس احنا لعبنا كويس الحمد لله. 5-1 النهارده، الجول الثاني جينا في ظلم، بس الحمد لله رب العالمين، يعني ما حصلناش نصيب، يا رب نفوز المره الجايه ان شاء الله. الحمد لله كسبنا 3-0 ومجهود ربنا، الحمد لله خدت جائزه افضل لاعب في المباراه. والله الحمد لله كسبنا في الماتش اللي فات طبعا، والحمد لله الفرقه عملت اداء كويس، والحمد لله على كل شيء الحمد لله. احنا كسبنا 3-0 النهارده، الحمد لله لعبنا اول ماتش اهو، كسبنا الحمد لله 3-0. ربنا يكرم في انتظار الماتش الجاي ان شاء الله. يعني اتعشم من ربنا ان ربنا ياخد بيده، وان شاء الله يبقى في نادي كويس يعني. لا ان شاء الله خير، وبيكسبوا خبره، وان شاء الله يكون في حاجات احسن ان شاء الله. ممكن احنا فرحان قوي اللي احنا فزنا، وان شاء الله هناخد الدوري. والله بطوله كويسه، الناس اللي منظمين عاملين شغل كويس على اعلى مستوى، برضو في بيتحط خبرات للولاد البراعم، وبيبقى في احتكاك كويس. الحمد لله كنا كويسين تحت قياده الكابتن كريم، عملنا مباراه كويسه، وبس خسرنا بسبب اخطاء، وكمان الفريق قدامنا كان كويس جدا. كويس الحمد لله، بس خسرنا. الجوله بتاعتي فعلا ادت بشكل كويس، بس الاداء برضو مش كنت مبسوط منهم، بس الحمد لله. الاداء حلو، بس مش مركز صرحت مره فجاه كده. بطوله قويه جدا، وملاعب على اعلى مستوى، ومدربين على اعلى مستوى معانا الحمد لله، وحكام. انا بجد يعني حاسس ان انا بلعب دوري ممتاز. الحمد لله كسبنا. بتحبي مين من اللعيبه؟ محمد صلاح. كويس كسبنا الحمد لله. كسبنا الحمد لله 3-1. الحمد لله ربنا كرمنا بالفوز، واللعيبه كانت رجاله الحمد لله، والحمد لله التوفيق من عند ربنا. كسبنا الحمد لله يعني 4-0. كنا حلوين الحمد لله، والفرقه كانت حلوه، بس نصيبه. الماتش يعني جميل، الماتش كلها بتبقى يعني بالتوفيق. محمد صلاح والاوروبا كريستيانو. والله بصراحه النهارده الماتش كان كويس من طرف واحد، الفرقه بتنهي الكوره وماشيين كويس، يعني قدروا ان هم يتغلبوا كده، وقدروا ياخدوا 3 نقط النهارده. ربنا وفقنا النهارده والحمد لله. مسرك الاعلى رونالديلي. الحمد لله ادينا طريقه كويسه جدا، احنا ادينا فتره كبيره شغالين على اللعيبه ديت، والحمد لله قدوا النهارده بالشكل اللي احنا كنا محتاجينه. الحمد لله ربنا كرمنا، كسبنا 5-1 النهارده، وعملنا ماتش محترم الحمد لله رب العالمين على النتيجه، ولعيبه رجاله بصراحه، وعملت اللي عليها وادت النهارده ونفذت التعليمات الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولعبنا الحمد لله وكسبنا الماتش. والله احنا داخلين باربع فرق، فصراحه هم من الاربعه حلوين. الحمد لله كسبنا وقدرنا نجيب اهداف. ورجعنا بعد التقرير، وجينا بعد الفاصل، وطبعا برحب بزميلتي العزيزه رشا المصري. اهلا بك يا رشا. اهلا بك يا محمد، واهلا بكل مشاهدي برنامج دنيا الاحتراف. معانا النهارده طبعا مكالمه تليفونيه مهمه جدا،
من دكتور أحمد علي رئيس أكاديمية التميز الدولية. بنرحب بك يا دكتور. نورتنا في البرنامج وإن شاء الله تكون موجود معنا حلقة بإذن الله. احنا طبعا في البرنامج بنحب احنا ندعم كل صاحب فكر وبنوصل معاه الفكره بتاعته للنور يعني. فعايزين حضرتك بس تفهمنا شويه ايه هدف ومضمون الاكاديميه بتاعت حضرتك والمنحه اللي بتقدمها. المنحه ولا نتكلم على الاكاديميه؟ الاكاديميه عامه هو مركز اختبارات دولي معتمد. تمام. في الصعيد الحمد لله عندنا اكثر من 46 شهاده دوليه. معتمدين من اكثر من جهه دوليه زي مايكروسوفت زي اوتوديسك زي ادوبي. لكن هنتكلم النهارده بس عن المنحه ان هو بعيد عن مجال الاكاديميه شويه. المنحه هنعمل منحه تدريبيه خاصه بطلاب التعليم الفني. تمام. طلاب التعليم الفني هم يعني اقل حظوظا في التدريبات والاهتمام بيهم في الناحيه التعليميه. فلذلك احنا بنقدم لهم المنحه دي في اللغه الانجليزيه وفي الحاسب الالي وفي تنميه المهارات عشان نعدهم لسوق العمل فيما بعد تخرجهم. تمام. طب فين؟ في القاهرة ولا في أي محافظة يا دكتور؟ إيه احنا بدأناها من سنتين في محافظة المنيا والحمد لله كنا قدرنا ان احنا ندرب ونأهل 360 شاب وفتاة من طلبة الهجومات الفنية. تمام. والسنة دي ان شاء الله بتتوسع وهتبقى معانا في ليها جزء هنفتح لها مكان برضو في القاهرة وهنفتح مكان تاني في بورسعيد ومكان في سوهاج. تمام كويس جدا ان في كل محافظة فرع عشان سهولة التواصل يعني الأكاديمية. يعني عم بنحاول بناخد خدنا اماكن في الاربع محافظات علشان نقدر بس نستوعب اكبر عدد ممكن من الطلبه ونقدر نفيد اكبر عدد من الطلبه، خاصه المنحه مجانيه وغير غير غير مدفوعه الاجر ليس لها اي رسوم نهائيا يعني. تمام تمام. يعني المميزات اللي حضرتك بتقدمها ان هي طبعا منحه مجانيه مش يعني غير مدفوعه. منحه مجانيه من ناحيه منحه مجانيه بندي الطلبه ذات مستويات في اللغه الانجليزيه بنعلمهم على برامج الحاسب علشان يقدروا يدخلوا في سوق العمل بعد كده بنديهم برنامج تاهيل لسوق العمل متخصص حاجه في الموارد البشريه اللي تقدر تساعد الطالب او الطالبه ان هو يقدر يمارس حياته في سوق العمل بصوره جيده. تمام تمام. بنشكر حضرتك جدا يا دكتور. واحنا طبعا في على صفحه البرنامج البيدج بننزل الاعلانات والتنويه عن اي حاجه، فيا ريت المشاهدين تتابع الصفحه بتاعتنا هنلاقي عليها كل اي حاجه انتوا عايزينها، خدمات اي حاجه هتلاقوها على صفحه البرنامج تابعونا عليها. طبعا يا دكتور احمد، طبعا بخصوص فقره رئيسيه هي سر النجاح، وطبعا عشان طبعا انت راجل مميز موجود معانا النهارده في مداخله تليفونيه لبرنامج دنيا الاحتراف والفقره الرئيسيه سر النجاح، عشان كده بشكل مميز كنت معانا النهارده في مداخله تليفونيه ووصلت البرنامج يا رشا. تدعي طبعا دكتور احمد يكون موجود معانا ان شاء الله باذن الله في احدى الحلقات في برنامجكم دنيا الاحتراف. طبعا نورنا. طبعا شرفتنا ونورتنا يا دكتور. نخش بقى نرحب بالضيوف بتوعنا بقى يا محمد. معانا كابتن بدر مدير فني لاكاديميه ميلانو سبورت. كابتن بدر رجب. ومعانا اللاعب الصغنطوط عبد الرحمن وهدان. ازيك عبد الرحمن؟ الحمد لله منورنا. طيب في البدايه كده يا كابتن بدر احب بس يعني تقول لنا الفكره جت ازاي اول ما بدات الاكاديميه؟ كنت مثلا جات لك وانت لاعب ولا بعد شويه الفتره ايه؟ والله فعلا اولا بشكر البرنامج وبشكر قائمين على البرنامج، ناس محترمه جدا وناس منظمين. وموضوع الاكاديميه الحمد لله رب العالمين احنا بدانا بقى لنا بالظبط 5 مواسم حاليا الحمد لله رب العالمين. انا شغال بشكل مختلف شويه. كنا في اكاديميه مصر المقصه بقياده الكابتن جمال عمر الاول كده بس في الحديث. تمام. قول لنا الاول انت ازاي جات لك الفكره بتاعت هو دي الفكره بقى، هي دي الفكره. امتى؟ انا كنت لاعب في وقتها. لا ما كنتش لاعب، انا بدات على طول في اكاديميه مصر المقصه مدرب مع عمي طبعا الكابتن جمال عمر المدرب العام لاكاديميه لفريق مصر المقصه مع مانويل امونيكي حاليا. تمام. فطبعا كنت شغال معاه ومع الكابتن مجدي عاشور، فبدات تيجي الفكره ان انا الحمد لله رب العالمين بداوا اقتنعوا ان انا مدرب. الحمد لله رب العالمين اشتغلت يعني الحمد لله. الحمد لله رب العالمين اشتغلت الحمد لله على المجال. بدات اتعب شويه في شغلي وبدات اصبر واشتغل والحمد لله بقى لي 5 مواسم بفضل الله على التوالي ماسك في مركز شباب الحوامديه حاليا الاكاديميه بتاعتي على الملعب الحمد لله رب العالمين شغالين بشكل مختلف. في الحوامديه مركز شباب الحوامديه ان شاء الله. تمام. طب السن بتاع الناشئين اللي معاك بيبتدي من كام؟ ببتدي من 5 سنين لغايه 17 سنه بالظبط. ياه. الحمد لله رب العالمين بقدر اوصف. طب انت يعني ازاي بتتعامل مع 5 سنين و17 سنه فرق اللي السن كبير؟ تمام. لان انا الحمد لله شغال بشكل مختلف، عندي الـ5 سنين ده مرحله بيبقى ليها تدريب خاص، ليها مباريات خاصه،
ليها تايم معين تمام. ال 2006 2007 ليه تايم معين، عامل الميكس لكل فرقتين في الاكاديميه، بشغلها على ماتشات خارجيه خارج الاكاديميه، ما بعملش ماتشات اللي هي اكاديميات اللي هي مثلا ايه حط كل المواليد كله يلعب كله يروح كله ما استفادش حاجه في الاخر. تمام. فانا في مقسم الف وبي في الاكاديميات. الف ليه مباريات معينه، بي ليه ماتشات معينه، بحيث ان انا اقدر اطلع لعيب الف يطلع عندي ممتاز يشتغل زي السنه اللي فاتت الحمد لله مطلع 12 لاعب بفضل الله. طب ايه اللي بيميزك بقى عشان تطلع ال 12 دول، تطلع الحاجه المميزه عندك دي؟ لازم يكون انت مختلف عن باقي الاكاديميات. شغالين بشكل مختلف شويه بفضل الله سبحانه وتعالى، بكل مواليد شغالين بقى بشكل مختلف، ليه برنامج معين، ليه سيستم معين، ليه كره معينه، ليه طايم معين بنشتغل عليه، بحيث ان اللاعب بيبدا ياخد خبرات. بندخل 2006 مع 2005، الخمسه بيدي خبرات للسته والسته بيشتغل في مجاله، يبداوا الاثنين يبرمجوا، بدانا نعمل فرقه 2005 موحده. عاوز بقى اخش بقى يا كابتن بقى بدري بقى، خليني اخش بقى على كابتن الصغير بقى. طبعا كابتن عبد الرحمن وهدان فراشه 11 سنه وليد 2008 صح كده؟ صح. احكي لي بقى عن انت عاوز تكون فين وانت هدفك في ايه، وفي نفس الوقت هتسيبك المجال براحتك، وايه بقى اللي انت ممكن تقول عليه انا نفسي ابقى زي كريستيانو زي محمد صلاح؟ يعني احكي عن نفسك شويه. على دلوقتي عايز ابقى زي كريستيانو رونالدو في سرعته مهارته ويعني انت مركزك ايه في الملعب؟ انا هاف رايت. هاف رايت يا طب انت عاوز تبقى زي مين هنا مثلا في النادي الاهلي ولا الزمالك؟ انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ اهلاوي. انا عرفت مين اهلاوي، ان هو اهلاوي، احنا اصحاب بقى كده خلاص. طيب مين بيلعب في مركزك في النادي الاهلي؟ هو محمد علي من ورا، وقدامه يعني انا مش بتابع الاهلاوي، انا بتابع يعني في الدوري الانجليزي. مين في الدوري الانجليزي؟ صلاح، فيرمينيو، ماني. و انت واخد احسن لاعب اهو في البطوله بتاعت بالنسبه لموهبتك. اه معانا اسطورته على الشاشه ما شاء الله. يعني انا مش عارف اقول لك ايه. لا قول يا كابتن، انا عاوزك بقى تقول بقى الناس اللي بتشوفك دلوقتي على الشاشه تقول لهم انا نفسي ابقى العب في نادي الزمالك، العب في نادي الاهلي، العب في نادي المحله، تقول نفسك تلعب فين؟ نفسي العب في الاهلي. تلعب في الاهلي؟ اه. ايه رايك يا كابتن بدر بخصوص كابتن عبد الرحمن؟ لا يوسف عبد الرحمن الفراشه بتاعنا، هو بيلعب هاف رايت اه، بس هو يعني. هو السريع سريع ولعيب كويس يعني، والحمد لله عنده كوره وبفضل الله يعني. هو بقاله موسمين بالظبط او ثلاثه معايا، الحمد لله شغال بشكل كويس مع الفرقه، وبدا يلعب مع مواليد اكبر منه بموسم، بدا يبقى رجلي في الملعب كويس الحمد لله، دلوقتي شغال بشكل كويس. قول لي سر بقى يعني، هو مش هيسمعنا ولا المشاهدين ولا اي حد خالص، بيتعامل معاك ايه، صحاب كده ولا في كده نفسنا بينكم؟ هو يعني اصحاب يعني مدرب كده يعني لذيذ معاك ولا بيشد عليك كده في لذيذ معايا؟ انت اللي لذيذ والله. بيسمع كلامك بقى كده عشان طبعا انا شايفاه وما شاء الله عليه، ف اللي ما بيسمعش الكلام 10 ماتشات بره الماتشات نزلش خلاص 10 ماتشات عقاب ولا ما ولا طب اللاعبين اللي معاك انت ازاي يعني بتتعامل معاهم، ازاي انك تحببهم في اللعب، ان انت تحفزهم؟ ان انا بقى ببدا اشتغل على برنامج في التدريب، ببدا ان انا بقى في داخل الملعب ابدا اقول لهم مثلا احنا يا جماعه عندنا الاسبوع اللي جاي المقصه في المقصه مثلا، هو مش الاسبوع الجاي والاسبوع اللي وراه، اللعيبه بتبدا تدي اسبوع قوي جدا في التدريب، تيجي تروح تلعب مقصه تلاقي نفسك خايف على رجلك. الحمد لله رب العالمين لعبنا مقصه، لعبنا الجيش الموسم الاسبوع اللي فات ده اللي قبليه، الحمد لله بنلعب انديه ممتاز دايما بالمواليد اللي انا مقسمها في الاكاديميه تمام. والحمد لله شغالين بشكل كويس، المدربين اللي معايا بصراحه بشكرهم وشغالين معايا بشكل محترم، كابتن ابراهيم الاهلاوي وكابتن محمد رمضان وكابتن احمد فيجو. قول بقى ناس شغاله بشكل محترم. كلمه اخيره لميلانو والناس اللي بتشوفك في اكاديميه ميلانو. انا بشكرهم جدا، والناس اللي بتساعدنا في الاكاديميه، ابو عبد الرحمن بصراحه راجل محترم بيساعدنا بشكل محترم، والناس شغاله معانا بشكل جد جد يعني، مفيش هزار هناك الحمد لله. لذلك كل موسم بنقدر نطلع الكميه اللي احنا بنطلعها بفضل الله لجميع الانديه الممتازه. ايه رايك في بطوله موهبتك؟ لا بطوله محترمه، فيها تنظيم محترم جدا، كابتن مصطفى الطماوي وكابتن مصطفى وكابتن صلاح. هنشارك بقى في الدوري بعد كده ان شاء الله؟ هنشارك باذن الله، ان شاء الله نشترك ان شاء الله باذن الله. الموسم الجاي يبقى مناطق والبطوله دي ان شاء الله. قول كلمه يا كابتن بقى عبد الرحمن، ها قول كلمه اخيره بقى لكل الناس اللي بتشوفك. يعني انا بلعب بشكر حد مثلا، بتكلم على حد؟ ايوه كابتن ابو المجد وكابتن بدر طبعا وكابتن جمال ياسين. وانا مبسوطه بيك خالص يا عبد الرحمن بقى، وعايزاك تبقى معانا المره الجايه بقى وانت واخد كاس واخد حاجه كبيره كده ان شاء الله. ان شاء الله طبعا. انتظرونا بعد الفاصل وسر النجاح مع رحاب محمد والفنان احمد نور. اوعوا تروحوا في اي مكان، استنونا في الفقره وسر النجاح
وهنشوف الفنان احمد نور هيقول لنا ايه بعد الفاصل. هنكون في تقرير صغير، واستاذ رحاب محمد هتكون موجوده معانا على الهواء.